Yo voy a nada, voy. Bueno, tenemos todo. وقوم جراني كان يتعزن بالشرم والعز والجلالي وكان بهم ولد صغير وجه يسوي كل هلالي وقفوا في هذا الكافر اليوناني الذي لم يخاف من رب العالي فصار سرهم وقال لهم يا أولادي اعبدوا معبودي اتقدم يا كبير يا عارف يا يهودي في الإسلامي ولا بخالف مقصودي اسجد وانحاني قدم هذا صنم معبودي ولم تقبل سريعا اختلاك بسودي وتوقع مثل ما يوقع صير من السماء العالي جابوا الولد الكبير في افصح لساني وقال لهم معبدكم خشب وحجار لا ينفعون لا شخصهم ولا غيرهم لا عبد غير إلا ربي الخالق الدنيا والناس جميعهم الذي وصلنا بالتورة وقال لا تسجد الصنم ولا تعبدهم قال السلطان خذوا هالولد الكافر وقتلوهم في دمتي وفي حلالي أخذوا الولد الكبير وكتفوه لورا وشرحوا ثيابه ليرموا من صفرية في خاوطة مع خاء الحد وجابوا أمه حنة تنظر بالعذاب والحضرة وهو ينذب ويصيح ويقول يا أمي حنة يا معزوزة عيني كوني صبيرة يحب على العزم الكرم الذي كان لنا والدلالي جابوا ولد الثاني وهو يبكي ودموعه تجري طفان قلبه قوي في ربه خالع جميع الإنسان وخدموه قدام السلطان حنيت صاح عليه السلطان بصوت عالي شوف اصبنك ومسجد وعبد الصلبان وشوف حال اخوك الكبير الذي قدامي كان ولا تسمع كلام امك ولا تكون من الجهالي نطاق الثاني وقال يا سلطان ما جاوب ربي انت عمي لان اخ انا خارف الذي وصلنا في الدورة اللي نول قومي لا يكون لك معبيد غير قدامي يا ظليم هذا هو مرامي ولا اغير كلامي حالا اعجل على مقامي قال السلطان اقتلوه هالكافر بدو شقة وذبحوه اقبالي اخذوه صرخوا جلده وذبحوه في حضن امه وهي تزعق وتقول يا ويل على ابني وعلى فهمه وترمي نفسها عليه وتتملطق في دمه وتقول زيد والبكى والحزن على همي وما جرالي اخذوا تاني المذبوح وصعوه صبخوه الكبير ولو خلشتهم حتى تصير عليهم الزنابير وصاحت حنا في صوتها الكبير وقالت يا ربي الصغير لقلبي ما أعرف كيف التسبير محمود مشكور اسمك على كل حالي
نادر الاخر تالت بصوت الغضب وعيونه كلنا ارشعيلا جابوهم كتب ودموعه تجري سايلة والانجلال خفل وسيفه بيدهم عيلة خالوا السلطان تعيني بهذه المسايلة اعبدها الصنم وحميدي تكون ميازيلة وقال وقت ما انساك من نسالي جاوب الصبي وخلى معبد غير لغبي هو سلطان وحيد واسمه المقدس وحيد مثل ما مكتوب عندنا بالتورة جماعة إسرائيل أدوناي إلوهين وأدوناي حاج ومعبودك لم ينفع ولا يدفع لم أسأل كلامك ولا أسمع إلا بكلام ربنا العالي حكم السلطان عليه بالقتيل دينونا مهالي وقد سلموه بيد الجلاد الذي على من قصمه متولي ويأكلوا ويطعموا من لحمه مشوي ومقلي لأنه تهزى بمعبودي وأفعالي أخذوا الانتالة المسكين وجرهوه من رأسه اللقوه صلبوه وقطوا يديه وشليه ودم ولحمه وتلفوه وطرب اخوات والتنين رموه وامهم حنة تصيح وتقول يا ويل ويلي على حظي ومزالي جابوا ولد الربيع مخيف ومخسوق ومخسوق قلبه يا قوي بربه خالف اليابس والبحور خلهم السلطان يا ولدي دعيني وجد الصنم وقدم الجمهور شوف اخواتك الكتم قتلوا بهالشوق وخلينا نشفهم من دون قبور دعيني يا ابني واجعلك وزير في بالي نطق الوالد وقال يا نصراني يا سلطان البلاء يا حكمك وغضبك وقتك والنفس حملة ولم تقبل لنا